بيسحب في الطبيعة إلى هام من شيء معين. يقول فك يا شيخ، لو حصان جيت تعمل في عبدين مقدمة تخوفته زين، هذا أول مرة تعمل معه. من السبب إنه بينطلق عكسي يرقص ما قدرت. صح. طبعا مو مشان يرقص، لو قدر ينحش يتنحش خلاص، بس قصدي لو النحشة ما كفت بيلحقها بنفسه. لو الحصان كان مدرب تدريب صحيح، مين بالدعوة إنك عودت على الشيء المخيف، بدل ما إنك عودت لما يحاول يعرض في مقطع التسليك حصل بالشكل الصحيح. صح، رد سحب. اي سحب، زلك لقد ما سحب، الخوف بالمعرض بس لا مقاطع ترجع في اليوتيوب تسجل فكرة تخويف يبنك تخوفه بشيء معين او صوت الى اخره، انك تعلم ان لما يهرب تعمل ايدي صحيح. لك تلاحظ انا لما اسوي اختبار قسم اختبار تسوي من الجهتين، من الجهتين مو بسويه اقول ان شاء الله ما يخاف، انا ما يخاف بدي بالفعل ابغى يخاف، ابغى يخاف قصدي عشان اتوقف ردة الفعل. ايوه، يعني انا ابغى ردة الفعل، ابغى اقول فك يا شيخ عشان اعلمه ايدي وش. لو ما قال فك يا شيخ ما راح يعرف الدقة، يعرف كذا كبتي ما يتفاجئ يصير. لأن عارف لا ما بسوي شوي عنف بسيط على قد عمره، ما راح يسوي شيء انه عارف ايش الدقة. يعني عارف انه لو سحب لو فك الفكة شيخ يعرف ايش بتسوي. على نفس التمارين اللي سويتها قبل شوي من جهة هذه، هذه هذه ما شاء الله بأدق ال بيدي، لو بيدي ابغى اوخر عني، لو بيدي ابغى يجي عندي، لو بس بثبت يدي هنا وادفع كتفه كتف بيدي ما شاء الله يعني يواجهك تماما. والثاني لو بيدي شوف هذه رجعت صدره في الارض، انا يدي هذا لو تلاحظ ركز باليد ايش بتسوي، بس تمرين مد اليد، مديتها وخر عني، مديتها جاني، امد ارجعها على ورا رجعني اقدمها قدام باتجاهك، فاشياء بسيطه جدا. خلي لا ما في تزليق ما في جمع ولا في تزكيه ولا شيء، كلها الفكره البسيطه اللي حاصله هنا انه باختصار الحصان عارف ان لو سحب ايش بتسوي، عارف ان لو فضل خلاص عرفها، فاللي يصير انه في سحبه وتفتح تسليك بس بسيطه جدا مثلا هذه خلاص يحل محل المواكبه، شيء لا شغل بسيط جدا. فاللي يجي ببالك انه حصان بيسحب ما بيروح ما بيجي، هذا له دور من حصان جديد او ان دقه الشخص مو بالشكل المطلوب. هذا موضوع تمارين تمرين الرقبه الداخليه والخارجيه، احنا ماشي بالشكل هذا ابرجع على ورا البدو وفي الحلقة. اوكي، الان الخارجيه اليمنى المعاكسه ضحت. الان لو بخلي الخارجيه على برا بس لا يندفع قدام، لا يندفع قدام، لا يندفع قدام، لا يندفع ما يسبق لي بخطوه. ايوه ارجع الان، الان بسوي الداخليه بس عكس الحقني ضحت. فاللي يصير انه لو كان درب خطا اما انه يرفض يمشي قدام حقرك يعني، او انه لان البدو قدام يوقف الحل، لكن انه مدرب